اسمع بقى تحيه كبيره جدا لميشيل. ما كانش ممكن نجوم لجنة التحكيم يكونوا في مصر وما يزوروش منطقة الأهرامات، ودي كانت فرصة علشان اللجنة تلتقط أنفاسها من إطارة المنافسات قبل الجولات الأهم في ذا شو واللي هتحدد بطل الموسم الأول. لكن الإثارة كانت حاضرة كمان في جولة نجومنا اللي سحرتهم أجواء الصحراء وركوب الخيل والقعدة العربي حوالين راكية الشاي. نجومنا اللي اندمجوا بسرعة مع طبيعة المصريين المرحة والمضيافة حسوا بالدفى والأمان في رحلتهم اللي بالتأكيد هتفضل في ألبوم ذكرياتهم، لكن من بين اللقطات دي هتفضل العلاقة الأبرز هي اللي جمعت ميشيل والجمل اللي كتير من شبابنا أكيد بيحسدوه. We'll be right back.